وأيضا إعلان تأييدهم لهذه المسيرات التي لا تزال مستمرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. كل عام وأنتم بخير. أول شيء بمناسبة شهر رمضان المبارك، أنت تتواجد في منطقة ملكة مكان استشهاد ابنك، ما هي رسالتك؟ رسالة العالم أننا شعب مظلوم ونحن نطالب بحقنا في العودة إلى بلادنا. أنا من مدينة يافا، وأطالب في حقي أني أنا أعود إلى يافا وأنا أتظاهر سلمي. نحن نتظاهر سلميين وهم يقتلوننا، يطلقون على الرصاص، يقتلون أبناءنا. أنا هذا تاني ولد لي يقتل من اليهود، وأنا أطالب في حق من حقوقي، والعالم كله يتفرج علينا ولا يعطي لنا بال. ألسنا نحن ببشر أم نحن حيوانات؟ العالم كله على طفل يهودي يثير الأرض ولا يقعد عليها. نحن نقتل، نحن نذبح، نحن نجوع، نحن نحاصر، نحن نقتل، ولا حد من ولا شيء، ولا حد من العالم يطلع لنا ولا ينظر إلينا. فرسالتي للعالم كله أنه نحن نريد حق من حقوقنا التي سلبنا منها. طيب رسالتك يا حجة في هذا المكان؟ بارك الله فيكم على هذا اللقاء الطيب، وكنت أتمنى أني أقف في هذا اليوم، يعني سبحان الله، لأوجه رسالة للعالم كله، العالم الظالم الذي نحن نعتبر أننا نعيش في غابة، وغابة الأقوى فيها يأكل الضعيف، لكن بإذن الله تعالى الله معنا، الله ناصرنا والله رافعنا بإذن الله تعالى. نحن وجهنا سبحان الله قبلتنا إلى العالم كله، فالعالم كله خذلنا، فدائما الظالم نهايته بإذن الله تعالى الدمار بإذن الله تعالى. لكن أوجه رسالة للأمة العربية وأقول لها يا أمتنا العربية احذري، أكلت يوم أكل الثور الأبيض، الدور سيأتي عليكم، لأن الاحتلال طامع بكل الأمة العربية، نحن سهم الأمة العربية ندافع عنها، فاحذروا يا أمتنا العربية. ونقول لإخوتنا الذين هم من جلدتنا سبحان الله، احذروا 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 أمتنا العربية الذين هم من جلدتنا، الذين هم من يقولوا عن أنفسهم أنهم أبناء شعب فلسطين. الذئب سبحان الله، الغنم لا تأكل، الذئب يأكل من الغنم القاسية، فلتحذر، الذئب يأكل من الغنم القاسية. لازم أن نكون كلنا يد واحدة وقلب واحد إن شاء الله. أشكرك جزيلا. نستكمل مشاهدينا مع عوائل الشهداء الذين جاءوا في هذا المكان في منطقة المواجهات للإعلان عن موقفهم تجاه هذه المسيرات، وأيضا لاستنكار قتل أبنائهم على يد القناصة الإسرائيليين الذين لا زالوا حتى في خلال تواجدهم في هذا المكان خلال المؤتمر كان هناك إطلاق لعدد من الأعيار النارية. أول شيء كل عام وأنتم بخير، رسالتكم كعائلات شهداء وعوائل شهداء في هذا المكان؟ كل عام طيبين بالصحة والسلامة. رسالتنا للعالم أجمع وللضمائر الحية في هذا العالم، يطلعوا لأطفالنا، أطفال في سن الربيع يعني سن 15-16 سنة بأي ذنب قتلوا يعني أطفال؟ هذا نفتقد أطفالنا وأبنائنا في هذا الشهر الفضيل. وللعالم المتخاذل والأمة المتآمرة، سعدي أبو صلاح هو نعم ابني عمره 15 سنة، استشهد يوم 14/5، يوم نقل السفارة، في أقدس يوم في حياتنا، يوم نقل السفارة استشهد. يعني أحياء لذكرى ولذكرى هذا اليوم، إحنا كل يوم ذكرانا مستمرة، نحيي هذا اليوم حتى عودتنا بإذن الله. يعني رسالتنا لهذه الأمة الظالمة اللي تكالبت كلها ضد الشعب الفلسطيني وحاصرته وتأمرت عليه، صامدون على أرضنا مهما قدمنا من أنفس ومن أرواح، إحنا صامدون وربنا بكفي إن الله معنا. هذا حقنا الطبيعي وحق مقدس، لن نفرط فيه مهما كان الثمن. أشكرك جزيلا. سأنتقل إلى عائلة أخرى من المتواجدة في هذا المكان. هذه العائلة من ضمن عدد من العائلات، طبعا حتى لا نترك أحد من المتواجدين في هذا المكان، الكل يريد أن يعطي رسالة. طيب نتحدث معكم كعوائل شهداء ورسائلكم الخارجة من هذا المكان، ما هي رسالتكم كعائلة الشهيد مجدي شبان؟
نحن في عائلة الشهيد مجدي رمضان شبات بنقول للعالم كله كل عام وانت بخير، واحنا ان شاء الله تعالى على هذا العهد ماضون، واحنا مش حنتراجع، وهذه الارض ارضنا والبلاد بلادنا، والحصار المفروض علينا هذا كله ان شاء الله سينكسر يوما، ونحن سنفعل كل شيء ما بوسعنا، سنفعل بكل شيء، فنحن ان شاء الله تعالى لن نتوانى لحظه واحده عن ان نتقدم على حدود غزه من بلادنا وارض ارضنا والبلاد وبلادنا. كل يوم نقدم شهيد، كل يوم نقدم جريح، فنحن مستعدون أن نقدم أكثر من ذلك من أجل هذا الدين، ومن أجل هذه الأرض، ومن أجل هذه البلاد، ومن أجل هذا الوطن. فيعني إحنا إن شاء الله تعالى بس منطالب من الجميع، ومنطالب من كل الأمة العربية ومن الإخوان المسلمين في كل جميع أنحاء العالم أن يقفوا. وماذا ينتظرون؟ يعني إحنا ماذا تريد من غزة أكثر من ذلك؟ يعني غزة فعلت كل شيء، كل شيء، قدمت الشهيد، قدمت الجريح، قدمت البيوت، قدمت الأرض، قدمت الشجر، قدمت الحجر. ماذا تنتظرون من غزة أكثر من هذا؟ فنحن نطالب أن تقفوا معنا أقوى من ذلك. أنتم مسلمون ونحن مسلمون، فلماذا يعني نحن ندافع لأنفسنا؟ لماذا تتركونا لوحدنا؟ فدعمونا أكثر من ذلك، وقفوا معنا أكثر من ذلك. أشكرك جزيلا، ونتمنى أن تصل هذه الرسالة. سأنتقل إلى آخر عائلة موجودة في هذا المكان، عائلة الشهيد مصعب أبو ليلى المتواجدة في منطقة ملكة، منطقة المواجهات المستمرة على الحدود. كل عام وأنتم بخير أول شيء. وأنتم بخير. نريد رسالتكم كعائلة الشهيد مصعب أبو ليلى. راح نضلنا صامدين، وراح نضلنا نيجي على مسيرات العودة إلى أن يعود الحق لأصحابه. مش حنستسلم، رغم يعني أنه بنستشهد، لكن فداء للقدس وللأقصى. مش هل ممكن استشهاد عدد كبير من الشبان وإلى آخره من هذه الاعتداءات الإسرائيلية؟ يمكن أن يكبح جماح هذه المسيرة وهذا التواجد على الحدود؟ لا لا لا، حيضلهم صامدين الشباب، حيضلهم يجوا، على الرغم من أنه أنا ابن شهيد، لكن كل جمعة بيجوا هان على مسيرات العودة. تواجدوا بشكل دائم؟ الحمد لله، من أول مسيرات العودة وإحنا بنتواجد هنا على الرغم من استشهاد ابنه. طيب خلينا نتحدث مع والد الشهيد طبعا. رسالتك وأنت والد شهيد، والأخت تحدث أنها دائما تتواجد هي وأولاد، أنت والدة الشهيد تتواجد بشكل دائم على الرغم من استشهاد ابنكم مصعب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه رسالة بدنا نديها إحنا، يعني الله يرحمه الشهيد استشهد، وهذا وراه كمان شباب، وإذا كان إحنا بدناش نقف مع الوقفة هذا، مين بدنا نجيب الناس من برا يقفوا معانا في الموضوع هذا؟ إحنا دائما مستعدين وموجودين هنا، ومنأدي الرسالة إن شاء الله، ودائما ثابتين في أرض الوطن عبين ما ترجع أرضنا إنا. طيب سمعت إنه الطفل بيتحدث شعر. نعم عنده. طيب عرفنا باسمك، شو اسمك؟ براء فتحي جبر. طيب سمعنا، شو في عندك ممكن تحكي على قصيدة؟ تفضل. قلت يا أقصى سلامة، قال هل عاد صلاح؟ قلت لا إني حبيب يرتجي منك السماح. قال والدمع يفيض، هدني طعن الرماح، هدني ظلم اليهود والثرى أضحى مباح. قدسنا أمست تنادي، صوتها عم البطاح، من تراه سوف يأتي حاملا طهر الوشاح. والمآذن في صداها تشتكي أين رباح، أين هذيك الليالي، أين عشاق السلاح. كم حلمت فيك تأتي تمسح عني الجراح، كم حلمت أن تعود منشدا لحن الكفاح. كم حلمت غير أني قالها ثم استراح. قلت يا أقصى تمهل، إن في القدس صلاح، إن في القدس جبالا راسيات لا تزاح، إن في القدس يتامى أنبتوا رئج الجناح، إن في القدس رجالا راسيات لا تزاح، أيقنوا أن الظلام سوف يجلوه الصباح. هيا أقصى لننسى كل أيام النواح، نتبع نهج الرسول إنه سر النجاح. ردد الأقصى بهمس، ردد الأقصى بهمس، كأنه صوت صلاح.
ما شاء الله عليك. طيب في النهاية مشاهدينا وصلت رسالة عوائل الشهداء، هؤلاء الشهداء الذين دماؤهم هي الوقود لاستمرارية مسيرات العودة، هي الوقود لاستمرارية تواجد هؤلاء الناس على الحدود الشرقية. إذا كانت عوائل الشهداء هي من تتقدم الصفوف على الرغم من الجراح التي أصابتهم، فماذا تبقى بعد ذلك؟ إذن هذه المنطقة التي شهدت كثير وتدفق فيها كثير من الدماء لا زالت أيضا تتدفق فيها معاني العزة والكرامة من عوائل هؤلاء الشهداء. مشاهدينا إلى هنا ننهي هذه الجولة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.